الخليج كله. غتكون ندوى ان شاء الله حول الفضاء وندوى اخر مستقبلا حول التطوير، ثم بعد ذلك ندوى الاقتصادي بمحدده القانون من اجل صياغه مخرجات للضوء على خبايا هذا الموضوع. إذن هذا اللقاء يندرج في إطار ظاهرة الطلاق. معلوم أنها الظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة وخاصة مع جائحة كوفيد 19، كنلاحظوا أن هذا الحجر الصحي زاد من الظاهرة أكثر تفشيا. لذلك كان التفكير بالمشاركة مع العديد من الهيئات وكلية الحقوق بطبيعة الحال بمراكش، كلية الحقوق بالأسفي، والمرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، باعتبار أن من الأهداف ديالو هي النهوض أو دراسة كل ما يتعلق بالظواهر الاجتماعية، سواء من ناحية سيكولوجية أو من ناحية الاقتصادية، من أجل الخروج بتوصيات ومخرجات قيمة من شأنها أن تحل هذه الظاهرة. ولله الحمد، يعني هذا الموضوع حظي بموافقة وثقة المركز، والدليل بطبيعة الحال على الدليل يرجع أو الأهمية ترجع للموضوع في حد ذاته، لأنه لا يخفى على أن هذا الموضوع اللي هو موضوع ظاهرة الطلاق أصبح يؤرق المجتمع المغربي ككل، نظرا للارتفاع المهول لهذه الظاهرة. وهذه خاصية يمكن أن نقول على أنها تتقاسمها جميع جهات المملكة. من هذا المنطلق بطبيعة الحال تطرح العديد من التساؤلات بخصوص يعني الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة. هناك من يعز الأسباب إلى أسباب اقتصادية، هناك من يعتبر بأن السبب هو سبب اقتصاد، سبب ثقافي، سبب أخلاقي إلى آخره. يعني هناك مجموعة من الأسباب التي يمكن أن نقول على أنها ساهمت في، بل هناك من يرجع السبب حتى إلى النص القانوني، لأن هناك من يتساءل عند دخول مدونة الأسرة سنة 2004 كنا نعتقد على أن هذه المدونة ستكون بمثابة صمام أمان للقطع مع العديد من الثغرات والنواقص التي كانت تعتري مدونة الأحوال الشخصية السابقة، ولكن للأسف حتى مع دخول هذه المدونة لوحظ على أن هناك بعض النصوص أو بعض المقتضيات التي ساهمت في ازدياد هذه الظاهرة، أي ظاهرة الطلاق. وبالتالي فهذه أعتقد أنها مناسبة يعني لمشاركة ممارسين وباحثين لتقريب أو تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ولتقريبنا خاصة بالنسبة للسادة المحامون والسادة القضاة والسادة العدول، هم الذين سيقربون من هذه أو سيسلطون الضوء على هذه الظاهرة للوقوف على الأسباب الحقيقية، وكذلك لما لا البحث عن الآليات الكفيلة، سواء كانت آليات قانونية أو آليات اجتماعية أو اقتصادية للحد من هذه الظاهرة. وشكرا لكم. وهذا اللقاء يعني متميز، وكذلك الشكر موصول لاعضاء اللجنه المنظمه على حسن التنظيم وعلى تنساوش تفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.